بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم مع بعض على واحد من اكتر الحاجات اللي بتجيلنا خلاص شكوى من الامهات، اوكي، في عيانين النيورو، اوكي، ان الام تيجي تقول ابني فيه مشكله موتور. اوكي، المشكله الموتور دي قد تكون حاجه تشينج في التون، الام تقول لك جسمه مرخي او مخشب، سواء جسمه كله او جزء من الجسم، تقول لك تشينج في الباور، طفل مش قادر يحرك الجزء ده من الجسم او جسمه كله حتى مش قادر يحركه، سواء كان complete inability to move اللي هو paralysis او بيحرك اقل من الاكسبكتد باريسز، اوكي، او بيحرك الناحيتين بس بشكل اسيمتريكال، اوكي، الناحيتين بحركتهم مش زي بعض، اوكي، ممكن يبقى اوكي في صوره حركه غريبه، اوكي، وساعتها ابتدي ان انا ايه استفسر من الام بالظبط شكل الحركه دي، سواء توريها لي فيديو تمثلها لي، اوكي، انا اشوفها بعيني على الايه على العيان علشان اقدر افرق الحركه دي هل هي حاجه بيناين فاريانت ولا هي كونفولجن ولا هي اكسترا بيرمينال موفمنت ولا هي اتاكسيا ولا هي حاجه سايكولوجيكال ولا تكس ولا ايه بالظبط. كل ده يندرج تحت ان الام بتقول لك بيعمل حركات غريبه، تمام. قد تكون abnormal developmental pattern، الام جايه تقول لك ابني متاخر او كان مكتسب مهارات وبعد كده فقدها، سواء developmental delay او developmental regression، كل ده داخل معايا تحت كاتيجوري اسمه ان انا عندي motor problem، اوكي، في العيان بتاعي. لما باجي امشي مع العيان ده انا هدفي في الاخر ان انا اشخص، ليه؟ لان treatment mainly is treatment of the cause، اوكي، وبعد كده بشتغل على العيان سيمتوماتيك عشان احسن اللايف ستايل بتاعته، اوكي، واحسن الكواليتي اوف لايف ان هو يقدر يعيش حياه اقرب ما تكون للطبيعي، اوكي، فببتدي ان انا اعالج له الاعراض اللي عنده عشان احسنها له، وعايزه امنع ان هو يخش مني في كومبليكيشن، اوكي. فعشان اوصل للسبب لازم امشي سيستماتيك، بمشي هيستوري بعد كده اكزامينيشن عشان كونفيرم الديفرنشال دايجنوزس اللي انا حطيته في دماغي من الهيستوري، وفي الاخر هطلب انفستيجيشن بيست على الهيستوري والاكزامينيشن. يعني ما ينفعش العيان يخش لي اقوم كاتبه له رص التحاليل، كاتبه له كل التحاليل بتاعه النيورو، اوكي، وروح اعمل وانا ونصيبي بقى هي هتطلع ايه. ده روند براكتس، اوكي، انت كده بتضيع وقت على العيان، بتزود فاينانشال كوست على العيان، بتضيع وقت على نفسك انت في التشخيص. انا من خلال الهيستوري والاكزامينيشن بكون حصرت دماغي خلاص، اوكي، وهنعرف هنحصر دماغنا ازاي دلوقتي، اوكي، في تفكير في حاجات معينه بحيث ان انا جو تو ذا بوينت، اوكي، تمام. طيب انا هدفي ان انا اوصل لايه؟ هدفي ان انا اوصل لايتيولوجيكال دايجنوستس، انا عايز اعرف السبب، ودي هوصل لها من الهيستوري، اوكي، سواء بقى خلاص الهيستوري اللي هو ريليتد للديسيز اللي انا فيه دلوقتي الهيستوري اوف برينتنس، او من خلال الفاميلي هيستوري لو هي حاجه جينيتك، او من خلال البرينيتال هيستوري لو هي حاجه برينيتال انسلت، اوكي، او من خلال الباست ميديكال لو هي حاجه قديمه وانا بشوف الايه الكومبليكيشن والسيكونس بتاعتها. عايزه كمان اوصل الاندرلاينج باثولوجي بتاعي ده ايه، هل هو الريتيتيف ليجن قديمه وانفلاميشن، اوكي، ولا ده ديستركتيف ليجن خلاص حته باظت وانتهى الامر وانا دلوقتي اللي انا بواجهه ده السيكونس بتاعها، اوكي، زي الستروك. طيب انا المكان بتاعي فين؟ الاناتوميكال لوكاليزيشن، ودي اهم حاجه انا شغاله عليها ودماغي بتدور عليها على طول، انا ابر موتور نيورون ولا لور موتور نيورون، اوكي، تمام. ليه؟ لان بناء على دي انا هحدد الانفستيجيشن بتاعتي، تمام. فاحنا نبص كده على الرسمه اللي قدامنا، الابر موتور نيورون يعني ايه؟ يعني البرين والسباينو سريبرال تراكت اللي ماشي في السباينال كورد لحد ما يوصل الانتيرو هورن سيل، والبرين ده هم اربع حتت، بيراميدال، اكسترا بيراميدال، برين ستيم، اند سيربيلوم، اوكي، والسباينو سريبرال تراكت، سريبرال تراكت انا اسفه، اوكي، وبعد كده هخش على الايه الجزء اللور موتور نيورون، اوكي، بيشمل النيرف روت، النيرف البريفرال نيرف، الموتور اند بليد، المصل، اوكي، وطبعا في الاول خالص الانتيرو هورن سيل، اوكي، كل ده، اوكي، انا ايه بريفرال نيرفس سيستم. طب هو ده بس خلاص، اوكي، اللي هيأثر لي على الحركه؟ لا، انا عندي لسه في الماسكلو سكليتال سيستم، خلاص، اوكي، الماسكلو اللي هو جزء المصل ماشي داخل لي تبع الايه تبع البريفرال نيرفس سيستم، لكن السكليتال انا ممكن يكون عندي خلل في الجوينت، ممكن يكون عندي خلل في البون، وهم دول اللي مأثرين لي على الايه على الحركه ومخليني مش قادر اتحرك، اوكي.
اوكي، وبنطلق على ده اسم ايه؟ سودو باراليسس. اوكي، هو مش قادر يتحرك، مش عشان خاطر عنده ديفكت في النيرفس سيستم، عشان عنده ديفكت في السكليتال سيستم. اوكي، فانا دماغي على طول عماله تفكر انا الليجن بتاعي ده نيورو، طب لو نيورو ابر لور، ابر موتور ولا لور موتور؟ طب لو انا ابر موتور انا مضروبه فين؟ مضروبه في البرين شخصيا وفي انهي حته فيه، ولا انا مضروبه في السباينال كورد؟ اوكي، ولو انا لور موتور انا لور موتور برضو مضروبه فين؟ مضروبه في السباينال كورد ولا مضروبه بعد ما خرجت منه في اي حته في الايه، في الباسوي بتاع البريفرال نيرفس سيستم، ولا انا مضروبه بره ده كله خالص ومضروبه في السكليتال سيستم؟ تمام. طب انا بدات اخش في كومبليكيشن او انا متوقعه كومبليكيشن عشان ابتدي اعمل لها مونيتورنج، وابتدي ان انا اعمل خلاص احتياطاتي ان انا اعمل ايرلي ديتكشن ليها علشان خاطر امنع حدوثها او على الاقل القطها بدري عشان عليها. بعد كده اخر ايتم، وده يعتبر من اهم الايتمز اللي عندنا، ايه الاسوشيتد سيمتوم اللي مع العيان؟ هو ايه معاه اعراض تانية؟ طب وهي دي مهمه في ايه؟ ما انا عايز اعرف انا الديسيز اللي عندي ده او الباثولوجي اللي عندي ده ليميتد للبرين، ولا البرين افكتد كبارت من سيستميك ديسيز. انا عندي اوتو امين ديسيز زي اللوبس مثلا، زي فاسكولايتس، زي كواجلوباسي، اوكي، زي ثرومبوفيليا حاجه بتعمل جلطات، اوكي، فضربالك اكتر من مكان ومن ضمنهم واخد البرين. اوكي، انا البرين ممكن يبقى كومبليكيشن لحاجه في حته تانية خالص. انا عندي بوست ستريبت جلومينيولايتس عملت لي هايبرتنشن، والهايبرتنشن دخلت في هايبرتنسيف انكيفالوباسي. اوكي، انا عندي كونجنيتال هارت، كونجنيتال ساينوتيك، وعامل لي ثرومبوسايتوزيس، سوري قصدي بوليسايسيميا، والبوليسايسيميا خلاص عملت لي ثرومبوزيس. اوكي، عندي شنط، والشنط دي خلاص اوكي في اس دي اس دي خلاص اوكي، وبتعمل بارادوكسيكال امبوليزم انفكتيف اندوكاردايتس وبتبعت شاور. اوكي، وهكذا. تمام، فانا ممكن يبقى عندي الدنيا كلها الباثولوجي بادئ في مكان تاني خالص، والبرين لا اما افكتد كبارت من السيستميك مانيفيستيشن بتاعت الديسيز، او ككومبليكيشن خلاص دي الديسيز. تمام، حلو. بناء على اللي انا وصلت له من الهيستوري والاكزامينيشن هبتدي ان انا اطلب انفستيجيشن. يعني انا في الانفستيجيشن ببقى ماسكه ايدي جامد جدا خلاص، وبطلب انفستيجيشن بناء على اللي انا وصلت له من ايه، من الهيستوري والاكزامينيشن. مفيش حاجه اسمها ان انا ارص رصه ايه، تحاليل ورصه اشعات للعيان. اوكي، ده تايم ويستنج، انت بتضيعي وقت العيان ووقتك انت كمان. اوكي، والحاجه الثانيه فاينانشال كوست على العيان، مفيش حد هيقدر يتكلف كل الحاجات دي. اوكي، فبالتالي نبقى لوكالايزد ايه شويه في الانفستيجيشن اللي بنطلبها. تعالى بقى نشوف من خلال الهيستوري بتاعنا انا بركز على ايه. تمام، من خلال الهيستوري دور لي على انسلت تكون هي سبب المشكله اللي انا فيها، فاسال الطفل ده تعرض لهايبوكسيا، سواء بقى الهايبوكسيا دي حصلت له اليومين دول خلاص اوكي، قالت لك شرق بمش عارف ايه وقعد شويه شرقان على ما وزرق ومش عارف ايه وبتاع، لما طلعنا الحاجه اللي كان شرقان بيها جاله دور نيمونيا خلاص اوكي، وصدره كان قافل وبتاع ده، ودخل المستشفى واتحط على تنفس صناعي وي وي وي، وبعد ما خرج لقينا الولد بقى ده يبقى فيه نيورولوجيكال ايه بروبلم، تمام، مش عارفه دخل يعمل عمليه ايه وحصل له ايه في التخدير اوكي الى اخره، من ايه من الحاجات اللي ممكن تكون عرضته لايه لهايبوكسيا، او خلاص برينيتال في اثناء الولاده سواء انترا يوتراين او ايه، او في اثناء الايه الليبر اتعرض لاي ايه، لاي هايبوكسيك انسلت. اوكي، انفكشن، تمام، هل الولد ده خلاص مع الدور اللي انا فيه ده مع التعب اللي انا فيه ده كان بريسيدد باي انفكشن، اي توكسيك سيمتوم، فيفر اوكي، او حتى كونجينيتال انفكشن، الام وهي حامل فيه تعرضت لحاجه، في اي هيستوري لسيبسيميا، اوكي، في تروما، هل الطفل ده قبل ما يحصل له الاعراض اللي احنا فيها دي وقع اتخبط، اوكي، حد هزه، شيكن بيبي سندروم، عشان خاطر الانتركرانيال هيموريج والهيماتوما والى اخره من الحاجات دي. اوكي، طيب، او حتى الطفل ايه خد اي ميديكيشن وبعدها بدات تظهر عليه الاعراض دي، حاجات البويزنينج. طيب، في فاميلي هيستوري لان عندهم similar condition في الفاميلي، neurological disorder، genetic disorder، كل ده ممكن يكون دلالة ان اللي عند الطفل بتاعي ده حاجة genetic. okay. بعد كده وانا ببص في الاكزامينيشن generally كده بص بسرعة، الطفل بتاعك dysmorphic، ملامحه غريبة وفي dysmorphic features. okay. ده ممكن يكون ايه البرين insult اللي عنده ده او neurological insult اللي عنده دي جزء من ايه، من syndrome. okay.
هل في معاه اي كونجينيتال مالفورميشن؟ ما هو اللي يخلي كونجينيتال مالفورميشن في ايده ولا في رجله يخلي يجيله كونجينيتال مالفورميشن في البرين او في السباينال كورد، ويكون هي دي سبب ان ايه النيورولوجيكال بروبلم اللي عندي. هل في اي ابنورمال بيجمنتيشن في السكن؟ تمام، فدي تبقى دلاله ان انا ممكن اكون نيوروكوتينياس ديس اوردر. هل العيان ده بيدور كده بحس بطنه لقيت هيباتوس بيلينو ميجالي؟ اوكي، دي وارد ان يكون ايه، لو هو صغير خلاص نيونيت افكر في كونجنيتال انفكشن، لو هو اكبر شويه افكر يكون حاجه ميتابوليك. اوكي، او حتى مالجنسي وعامل انفلتريشن على البرين زي اللوكيميا. يبقى انا خلاص هيستوري اكزامينشن كده لسه بعيد خالص عن النيورو، بدات اطلع شويه ايه حاجات كلها ليها علاقه بالايتيولوجي. طيب هخش بقى على النيرفس سيستم وابتدي اسال الام في الهيستوري. اول حاجه دايما اتعودوا نسال عليها التون، سواء الام جايلك بمشكله فوكال او جنرالايزد. تمام، جسمه يا ست كل مرخي ولا مخشب، وهنعرف الحته دي هتبقى مفتاح لنا ازاي بعد كده في السلايد الجايه. تمام، بعد التون هدور على الويكنس، الليجن ابر موتور الليجن لور موتور كله هيبقى فيه ويكنس. تمام، بس الفرق ما بينهم هيبقى في الديستريبيوشن بتاع الويكنس. اوكي تمام، يعني احنا متعودين البيراميدال بياخد مين؟ بياخد الانتي جرافيتي ماسل والادكتور. اوكي، تلاقي الويكنس اكتر فيهم والتون اعلى فيهم. اوكي، الحاجات المايوباسي تاخد البروكسيمال، الحاجات النيوروباسي تاخد الديستال. اوكي، الحاجات الانتيرور هورن سيل تاخد اكزيال يعني نيكو ترانك. اوكي، وهكذا. الويستنج حاصل بدري ولا لا؟ الجسم محتفظ بالكتله العضليه بتاعته. طبعا كل ما انا الايرلي ويستنج حاصل كل ما انا معناه ان انا لور موتور نيورون. في اي حركات غريبه يا امي جسم ابنك بيعملها؟ طب اوصفها لي، او لو مصورها وريها لي. في هزه في عينيه او هزه في ايديه؟ اوكي، السؤالين دول ابنورمال موفمنت على طول حسب وصفها، خلاص هتديكي دلاله انا اكسترا بيراميدال ولا انا ايه بالظبط. وخلاص اوكي، النستجمس مع التريمورس خلاص هيدوكي دلاله ان انا سيربيلم. اوكي، يبقى انا بعمل لوكاليزيشن وانا ماشيه. انا عمال اعمل لوكاليزيشن، هو انا لسه في الهيستوري. اوكي، بيتشنج يا امي. اوكي، في كرينيال نيرف افكشن. اوكي، طبعا اي حاجه هتقولها هتوصفها. كرينيال نيرف بعمل سكرين سريع كده بيشوفكوا ويسمعكوا، في حول في عينه، جفن عينه مسقط، دي انا هشوفها بعيني، يعني الحول والتسقيط الجفن العين دي انا هشوفها. اوكي، بيغمض عينه وهو نايم، البلع كويس معاه ولا لا؟ انا كده عملت سكرين سريع على كرينيال نيرفز. اوكي، ليه؟ لان لو كرينيال نيرفز افكتد يبقى انا كده ايه حوالين البرين ستيم. اوكي، اكوردنج للاكزامينشن بعد كده لما هعمله اشوف هم مضروبين ابر موتور ولا لور موتور، هبتدي اقول انا مضروبه فوق البرين ستيم ولا انا مضروبه ات ذا برين ستيم. تمام، طبعا وجود الكونفولجن خلاص ده شور ان انا كورتيكال ليجن. اوكي، لان النيورونز موجوده في الكورتكس. بعد كده المينتاليتي بتاعته اخبارها ايه؟ خلاص الولد ده منتبه معاك وبيتعلم وبيلقط مهارات جديده وكلام من ده. اوكي، الولد ده تصرفاته طبيعيه ولا في اي تصرفات غريبه بيعملها اليومين دول مع التعب اللي انا فيه؟ لان ده ممكن يبقى كلو ليا. خلاص اوكي، البيهيفيور الابنورماليتي دي لديسيزز كتير هنقولها بعد كده واحنا بنقول بالتفصيل. اوكي، في معاه صداع، في معاه فوميتنج، ده ممكن يكون انكريز الانتراكرين تنشن. تمام، في اي اريتابيليتي؟ الاريتابيليتي دي سي ان اس اكزايتيشن، سواء بقى من انجايتس او الكترولايت ديستربنس او هايبرتنشن. اوكي، او الولد فيه ستيوبر وديليريوم كوما، الولد بيفقد الايه، بيفقد الوعي وايه وديبريسد سنسوريوم. اوكي، السنسيشن اخباره ايه؟ والسنسيشن دي هنتكلم عليها كتير في السلايدز الجايه. اوكي، لان دي بالنسبه لي بتديني كلو انا مضروبه سنترال خلاص فوق في السنترال في الكورتيكال سنسور اريا، ولا انا مضروبه تحت على مستوى السباينال كورد. اوكي، ولا انا مضروبه فين بالظبط؟ السكال والسباين اخبارهم ايه؟ فيهم اي مشاكل خصوصا تندر نس على السباين؟ اوكي، لان ممكن يكون الليله اللي انا فيها دي كلها تروماتيك ومحدش قايل لي. اوكي، او ترانسفيرس مالاتس انفلاماتوري، وبيبقى كل التكه اللي بتفقسها لنا ان احنا نلاقي تندر نس على السباين، سواء الام اشتكت بيها او انا ايه لقطتها في الاكزامينشن. اوكي،
كل الهدف من الاسئله انا بسالها دي في الاخر ان انا عايز اوصل للابر موتور ولا لور موتور. اوكي تمام. بعد كده الاكزامينشن بتاعي جنرالي كده بقيم بسرعه الكونشسنس بتاعي اخباره ايه، واعمل الجلس كوما سكيل بتاعي لان ده رابيد سكريننج، اشوف مشيه العيان قدامي. اوكي اشوف وضعه وهو نايم في السرير، نايم ببوزيشن شكله ايه، ودي هنتكلم فيها دلوقتي وهوري لكم صور ليها، حاجات ايه تكات صغننه كده تاخدوا بالكم منها. الكرينيال نيرفز بسرعه كده بالانسبكشن، بص شوف في اي ديفيشن، في اي خلاص سكوينت، في اي توزس، في اي حاجه اسيمتري في الفيس. اوكي وبعد كده على طول خلاص لو هو متعاون معاك وكبير وفاهم هتبتدي انك تشغل ايه، تعمل بالبيشن للمصر وتشوف الباور بتاعتها. لو هو نيونيت حتى خلاص او منتال ريتاردد او كوماتوز مش متعاون معاك خالص، اشتغل على الريفلكسز على طول خلاص. اوكي تمام. ومن خلال الريفلكسز هقدر اعرف الكرينيال نيرفز دي مضروبه ابر ولا لور، عشان انا بعمل لوكاليزيشن عايز اعرف. انا لو مضروبه لور موتور نيورون يبقى الليجن بتاعي على الليفل بتاع مين، بتاع البرين ستيم، سواء الميد برين اللي فيه كرينيال نيرف نيوكلاس كام 3 و4، او البونز اوكي اللي فيه كرينيال نيرف رقم كام 5 و6 و7، او المضله اللي فيها كرينيال نيرف رقم كام 9 10 و11 و12. اوكي تمام. هبتدي ابص للموتور سيستم انسبكشن كده المصل ستيت اخبارها ايه، في ويستنج اوكي ولا في سودو هايبرتروفي، ولا انا نورمال ولا انا ظروفي ايه، خلاص في اي ابنورمال موفمنت بيعملها، في اي فاسيكوليشن انا شايفاها، ودي لازم ابص على لسان العيان لان ده اوضح مكان بشوف فيه الفاسيكوليشن. اوكي واقيم خلاص الايه ان كان بدا يخش في جوينت كونتراكشر ولا لا، عشان دي هتفرق معايا في العلاج الطبيعي، ده هيتبعت علاج طبيعي ولا هيتبعت عظم، ولا هيتبعت لبتوع البوتكس يعملوا له حقن، ولا هيشتغلوا معاه ازاي. اشوف التون، اشوف الباور، اشوف الريفلكسز، والريفلكسز بعد اذنكم ننتبه ان احنا عندي سوبرفيشال ريفلكسز، ديب ريفلكسز، بريميتيف او نيونيتال ريفلكسز، ولو العيان بتاعي فيه هايبرتونيا هايبر ريفلكسيا هدور على باثولوجيكال ريفلكسز وعلى كلونس. اوكي دول مهمين عندي اه، ومهمين ان انا اعملهم خلاص، اخد الليمب كله اعمل الريفلكسز فيه ليه، لان انا ممكن ابقى لوست في حته وبريزيرفت في حته، فده يديني دلاله على ان انا عندي باثولوجي في الحته اللي انا فيها لوست ريفلكس ده. تمام يعني لوست انكل ويز بريزيرفد ني ده بتاعه البريفرال نيوروباثي. اوكي تمام. لوست ابدومينال ريفلكس ده بيراميدال تراكت ليجن على طول، يعني لو جاي لي عيان منظره زي منظر السي بي واجي اعمل الابدومينال ريفلكسز الاقيها انتكت، بعد اذن حضرتك ده مش هيبوكسي على ضربت لك البيراميدال تراكت، ده تفكر بقى ان هو يكون حاجه جينيتيك، ان يكون حاجه كروموزومال، ان يكون حاجه ميتابوليك. اوكي لكن ما تقوليش ان هو ايه، ان هو بيراميدال تراكت ليجن من هايبوكسيا مثلا او كده، لا غير التفكير. اوكي وهكذا الباثولوجيكال ريفلكسز والكلونس دول شور دايجنوزس ان انا بيراميدال تراكت ليجن. اوكي السنسيشن اخباره ايه، اوكي كل السنسيشن مضروبه على نفس الناحيه، كل السوبرفيشال والديب والكورتيكال سنسيشن كله مضروب على ذا سيم سايد، يبقى انا مضروبه فوق سنترال. اوكي ماشي على الاوبوزيت سايد طبعا من الليجن، ولا انا كل السنسيشن مضروب باي لاترال، كل السنسيشن مضروب باي لاترال، انا مضروبه في السباينال كورد وباي لاترال سباينال كورد ليجن. اوكي انا خدت السيجمنت كله قصيت كل التراكتس وهي طالعه. اوكي تمام. ولا انا عندي سنسيشن الناحيه دي مضروب فيها انواع معينه من السنسيشن والناحيه الثانيه مضروب فيها انواع معينه من السنسيشن، اه لا ساعتها بقى يبقى معنى كده ان انا ايه، ان انا مضروبه يونيلاترال في السباينال كورد، سواء على الليفل بتاع السباينال كورد او فوق عند الليفل بتاع المظله بعد ما حصل الديكاسيشن. اوكي فهتفرق معايا في اللوكاليزيشن هتفرق. اوكي طبعا الكوردينيشن عشان اشوف الايه السيربيلم. اوكي هل في ساينز اوف مينينجال اريتيشن، وننتبه قوي ان انا في الاطفال الصغيره اللي اقل من سنتين النكروجيريتي والكيرينج ساين والبرودنسكي ساين ممكن يبقوا ابسنت عادي جدا. اوكي وهيبقى كل مفتاحك شويه الارتابيليتي. تمام هل في اي ساينز اوف انكريز الانتراكرينال تنشن، وانسى بقى الترياد الجميل بتاعنا بتاع الايه الهيدك والفوميتنج والبلرنج اوف فيجن، ده عايز عيل ايه كبير ومتعاون وفي مايلد كونديشن كمان، لكن لو انت في الرعايه انا بدور على كوشنج ترايات. اوكي بدور على هايبرتنشن مع برادي كارديا مع ابنورمال بريسنج. اوكي
يعني ايه؟ يعني انا عايز عيال محطوط على مونيتور وعايزه دكتور داخل مش بيدور لي على نيورولوجيكال سايد، ده بيدور على ابنورمال باترن اوف بريسنج، اوكي، عشان يشخص بيه انكريز الانتركراين تنشن. انت متخيل بقى ان انت عينك بتبص على ايه وبتدور على ايه؟ اوكي. وطبعا ابص على السكال والسباين ليه؟ اوكي، العيل ده ممكن يكونوا هم داخلين لك بالاستقبال وعمالين يصوتوا ويهللوا وبتاع، وهو اصلا واقع ومغبوط وعنده فراكشر سكال ومحدش دريان بيها، اوكي، وانت بعد ما تحجز العيان وتدخله عندك هوب بتكتشف ان في حته ايه ديبريزد خلاص، او بتعمل الايه النيورو ايمجنج بتاعتك تكتشف ان فيها حاجه وانت طبعا ما انتبهتش ليها وانت بتدخل العيان، واثبت بقى ميديكو ليجل ان هو اوريدي جاي لك بالفراكشر ده ولا ان هو ديفلوبت عندك، تمام؟ فلا ده جزء من الاسسمنت بتاعي وانا في الاول خالص كده، اوكي، عشان اقدر ان انا ايه اعمل لوكاليزيشن، انا ابر موتور ولا لور موتور، انا مضروبه برين ولا سباينال كورد ولا نيورو ولا ماسكولوسكليتال، واحاول ان انا اوصل الاندرلاينج ايه الايتيولوجي بتاعي ايه، اوكي، عشان خاطر اقدر اشتغل عليه. اوكي، يبقى هدفي بعد الايه انا دلوقتي بس رجعت ايه رجعت معاك واحنا بندور على ايه. انا هدفي الام قالت لي كومبلين، انا كل دماغي بتفكر الديفرنشال دياجنوزس بتاعي، اوكي، ايه اللي انا بواجهه ده، اوكي، انا بواجه حاجه ابر موتور ولا لور موتور زي ما قلنا، اوكي، بواجه حاجه في البرين فوق براميدال ولا اكسر براميدال ولا برين ستيم ولا خلاص سيربيلوم، ولا انا بواجه حاجه في السباينال كورد خلاص، سواء سباينال كورد التراكتس نفسها، اوكي، اللي هي السباينو سيريبرال تراكت، اوكي، ولا انا بواجه حاجه في السباينال كورد تبع اللور موتور نيورون انتيرو هورن سيل، ولا انا بره السباينال كورد خالص، اوكي، في البريفرال نيرفس سيستم بريفرال نيرف ومسل وموتور اند بليت، ولا انا بواجه حاجه ماسكلو ايه سكليتال خلاص في البون والايه والجوينت. طب انا الحاجه اللي انا بواجهها دي حاجه اكيوت ولا حاجه لونج ستاندنج، اوكي، هتفرق معايا؟ اه طبعا هتفرق معايا. الحاجه الاكيوت ده باثولوجي لسه شغال، كل ما هتاخد عليه اكشن بسرعه وهتوقفه بسرعه، كل ما هتمنع اللونج والشورت تيرم كومبليكيشن ليتر اون. لكن لما بتبقى حاجه لونج ستاندنج انا بتعامل معاها بالراحه. ليه؟ انا مش بواجه الباثولوجي شخصيا، انا بواجه غالبا كومبليكيشن بتاعه انسلت قديمه حصلت وانتهت، اوكي، فمعرفه سببها مش هو القضيه الاساسيه عندي. انا القضيه الاساسيه عندي كلها ان انا بشتغل سيمتوماتيك تريتمنت للاعراض اللي عنده علشان خاطر احسن له كواليتي اوف لايف، اوكي، لكن الانسلت حصلت واللي كان كان، اوكي، انا مش بواجه حاجه جديده. فبالتالي فيه فرق عيان اكيوت، عيان انا هشتغل عليه ويعني الدقيقه بتفرق، وعيان كرونيك لا، انا ايه انا يعني براحتي بقى خالص، اوكي، وايه ونظام ايه اعمل التحاليل ايه وبقى تعالى لي وكلام من ده. النيكست انفستيجيشن اللي انا هطلبها طبعا انا لو سسبكت حاجه ابر موتور خلاص على طول نيورو ايمجينج خلاص، ونيورو ايمجنج محدش يطلب لي سي تي، السي تي ملهاش اي دور في النيورو الا في حاله واحده بس، لو انا في الاستقبال وعايز استبعد الهيموش بس، غير كده ولا في ابليبسي ليها دور، اوكي، تمام، ولا في ديفلوبمنتال ديلي ليها دور، اوكي، ولا في هيديك وميجرين ليها دور، تمام، ولا في فولو اب ليها دور. ده ايونايزنج راديشن، يعني ايه؟ يعني بيزود الريسك للسي ان اس لوكيميا، للسي ان اس برين تيومرز، اوكي، فما هوش حاجه ظريفه ان انا اعرض العيان ليها. انا شغلي كله ام ار اي، تمام، ولو انا حاجه لور موتور نيورون على طول انا سكتي نيرف كوندكشن واي ام جي، اوكي، تمام. لو انا شاكه في انها حاجه انفلاماتوري وانفكشن خلاص هبقى عايز اعمل لمبر بانكشر، لو انا شاكه في حاجه اوتو اميون هبقى عايز اعمل اوتو انتي بوديز، تمام. سكك مختلفه خالص اكوردنج لل الاتيولوجي اللي انا بدور عليه او اللي انا سسبكت وعملت له ديفرنشال دياجنوز اكوردنج للانفستيجيشن اللي انا هطلبها. بعد كده هاو تو مانج دي مبنيه على ان انا اكون ايه شخصت، فبالتالي حضرتك مش هتعمل مانجمنت صح غير بتشخيص بس. علاج الاتيولوجي ده مش هقدر ان انا اخد عليه خطوه الا لما اشخص، لكن السيمتوماتيك تريتمنت ان انا في كونفولجن دلوقتي هوقفها، ان في برين اديما هعالجها، ان في خلاص اوكي بتاع ده هيمورج هبتدي ان انا ادخل عليه، كل ده مش هستنى ان اوصل للايثيولوجي ايه. زي ما قلنا دلوقتي خلاص دي الافكار اللي بتدور في دماغي، انا اكيوت ولا لونج ستاندنج، انا ابر ولا لور، انا الديسيز بتاعي حاجه بروجريسيف كل يوم ازيد من اليوم اللي قبله، خلاص دي على طول ابتدي افكر في سبيس اوكيباينج ليجن فوق،
ان كل يوم الاعراض ازيد خلاص اوكي، لا اما سبيس اوكوباينج ليجن، لا اما لو السيمتوم بتاعته هيديك منلي افكر في سودو تيومر سيربراي او الاسم الجديد بتاعها الجوباسيك انتراكرينيال هايبرتنشن تمام، ولا انا ريجريسيف، لا انا كنت بدأ باعراض شديده قوي وبعد كده كل مدى بتحسن، يبقى ده انفلاميشن وبسبسايد، دي ايديما وبتخف تمام، ده كونفالجن وبيفك وهكذا. اوكي هل انا ستيشنري زي ما بدات زي ما انا مستمريه؟ اوكي ده غالبا ديستراكتيف ليجن حصل، دمر حته من المخ وسبتت على كده زي عيانين السيربرال بولسي. اوكي ستيشنري باثولوجي اوكي، بس طبعا مع اللونج ستاندنج كورس هنبتدي ايه يظهر علينا كومبليكيشن من الديسيوز اتروفي. ولا انا رايحه جايه كل شويه ايه الاعراض تظهر بعد كده تختفي، تظهر بعد كده تتحسن، تظهر بعد كده تتحسن، فابتدي على طول افكر في مين؟ اوكي افكر في الام اس المالتيبل سكلوروسيس اللي هو دلوقتي بدأنا نشوفه في الأطفال. اوكي ابتدي افكر في ان انا عندي حاجة ميتابوليك، اوكي حاجات للتشانلوباسي الهايبوكاليميك والهايبركاليميك بريوديك باراليسيس بيجوا بالمنظر ده. اوكي الميلاس اوكي في الميتوكوندريال ديس اوردر بيجي بستروك لايك ايفنت خلاص اوكي بتروح وبتيجي والعيان بس ما بيحصلوش الاعراض دي غير في اثناء الاكيوت ميتابوليك دي كومبنسيشن، سواء بقى ثابت ريزيديوال او ما ثابتش. اوكي او العيان كل شويه يجيله ريكرنت ستروك، اوكي العيانين بتوع الثرومبوفيليا، اوكي العيانين بتوع الابنورمال فاسكريتشر خلاص زي المويه مويه الى اخره تمام. كل ده ايه هيخلي دماغي تروح في سكك مختلفه. اوكي والاسوشيتد سيمتوم زي ما قلت لكم كده مهمه 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 لابعد الحدود، العيان كل الاعراض بتاعته بيور نيورو ولا معاه حاجه ثانيه، يعني وجود هايبرتنشن في العيان ما تتعداش. اوكي تمام الهايبرتنشن ده قد يكون جزء من الكوشنج ترياد وقد يكون هو قص المصيبه اللي انا فيها خلاص اوكي اكون بريس اوكي اللي هو مستيرو ريفرسبل خلاص انكفاله ايه انكفال انكفاله ماليش اوكي، او ان انا اكون جلوميرولونفرايتس او انترستيشال نفرايتس اوكي وهي سبب الهايبرتنشن وهي سبب الايه والهايبرتنشن هو سبب الهايبرتنسيف انكفاله بس اللي انا فيه تمام، فيبقى مؤشر ان في اندرلاينج رينال ديس اوردر او اندرلاينج اندوكراينال ديس اوردر في كروموسايتوما او اندرلاينج خلاص فاسكولايتس. اوكي العيان بتاعي معاه راش، اوكي الراش ما بيتعداش، الراش ده ممكن يكون مؤشر ان انا في منينجايتس، ممكن يكون مؤشر في ان انا خلاص فاسكولايتس، ممكن يكون مؤشر لانفكشن. اوكي انفكشن حاجه انفكشن عاديه جدا وضربت الايه وضربت البرين، يعني لما اشوف سكار بتاع ريسنج خلاص بتاع فاريسيلا اللي هو تشيكن بوكس اوكي والعيان جاي لي دلوقتي باتاكسيا، اشهر سبب للاكيوت سيربيلر اتاكسيا هو البوست تشيكن بوكس سيربيلر اتاكسيا. اوكي تمام فحاجات كده ايه ما بتتعديش، ده زي ما قلت لكم كده ان انا ايه وانا بسال التون هو اول حاجه واهم حاجه اسال عليها، ليه؟ بناء على التون بتاعي اخباره ايه هبتدي ان انا خلاص كاتيجورايز العيان بتاعي، التون بتاعي هايبو ولا هايبر، التون بتاعي هايبوتونيا هقوم سال الام على طول يا ست الكل جسمه المرخي ده انت في خلال الاسبوعين اللي فاتوا او في خلال الاسبوع اللي فات اتعرض لاي حاجه؟ جاله دور سخونيه جديد، اتخبط في دماغه خبطه جامده، خد اي ادويه، اتعرض لاختناق او نقص اكسجين، خلاص كان عنده دور عيا جديد؟ اوكي ليه؟ لان دي ممكن اكون انا في الشوك ستيج بتاعه البيراميدال تراكت، اوكي يعني في الشوك ستيج بتاعه الابر موتور نيورون ليجن. اوكي طيب الهايبوتونيا دي يا امي معاها اي حركات غريبه خلاص في هزه في ايديه او عينيه على طول يبقى دي ايه سيربلوم، يبقى انا عندي الحاجتين الوحيدين الابر موتور نيورون ليجن اللي بيجوا بهايبوتونيا الشوك ستيج بتاعه البيراميدال و خلاص السيربيلر ليجن. اوكي طيب لا الاثنين دول مش موجودين يبقى انا لور موتور نيورون، فابتدي اسالها يا ست الكل مع التون المرخرخ ده مع جسمه المرخرخ ده خلاص اوكي في عضلاته ضعيفه؟ اوكي طب دي هسال عليها ازاي؟ بمنتهى البساطه يا امي لما ان شاء الله ربي يكون عيل لسه صغير خلاص، يعني حتى الصغيرين من 4 شهور الطفل بيقدر يمد ايده على حاجه ويهبشها خلاص تمام، فبقول لها لو انت حركتي حاجه قدامه كده يمد ايده عليها يمسكها
ويرفعها. انا بمسك بالديستال وبرفع بالبروكسيمال وانتي بتغيري له يا امي، بيفرد ركبته ويتنيها معاكي، بيفرد ركبته ده خلاص اوكي بالديستال، بيتنيها ده بالبروكسيمال. يبقى انا حتى لو نيونيت، انا ما قلتش كبير بقى، حتى لو نيونيت اقدر ان انا اقيم خلاص بروكسيمال ولا ديستال. اه ما عنديش اي مبرر تقولي لي ما عرفتش اسال عليها اوكي. بس فلو قالت لي ان هو مينلي واخد البروكسيمال يبقى ده حاجه في المصل، مينلي واخد الديستال يبقى ده حاجه في النيرف، لا ده انا مينلي واخد النيك والترانك اكزيال اوكي، وبفتح بقه بصيت لقيت فاسيكيوليشن على الترانك، ده انتيرو هورن سيل خلاص خلصنا اوكي، ودلوقتي بقى ليهم علاج. ولا انا لا ده انا بقوم الصبح زي الفل وعلى الظهريه ابتدي ايه اخستك بقى والويكنس تبان وجفن عيني سقط، دي مايسينيا موتور اند بليت. تمام خلصنا من الهايبوتونيا. طب لا قالت لك التون بتاعه عالي، الواد مخشب، هايبرتونيا. طب الهايبرتونيا دي يا ست الكل معاها خلاص، في حاجه في الكرينيا نيرفس، يبقى انا مضروبه فين؟ عند البرين ستيم اوكي. طب عند البرين ستيم انا مضروبه فوقي ولا ادز برين ستيم؟ هشوف الريفلكسز بتاعه الكرينيا نيرف اللي مضروب اوكي. الريفلكسز بريزيرفد او اكزاجيريتد او بدا يظهر باثولوجيكال ريفلكسز ريليتد للكرينيا نيرفس، الجلابيلر موجود خلاص، الجو ريفلكس موجود، دول باثولوجيكال اوكي. طالما انا عندي الريفلكس موجود او اكزاجيريتد او الباثولوجيكال ريفلكس ظهرت، يبقى انا مضروبه خلاص ابر موتور نيورون، يبقى انا مضروبه اباف الليفل بتاع الايه بتاع البرين ستيم اوكي، سواء بقى مضروبه فوق في الايه في الكورتكس او سب كورتيكال او في الانترنال كبسول حسب بقيه الايه المانيفيستيشن الثانيه اوكي. ولا انا كرينيا نيرف بتاعي مضروب لور موتور نيورون، لا لو مضروب لور موتور نيورون يبقى انا مضروبه في البرين ايه في البرين ستيم، وابتدي ان انا اقول انا مضروبه خلاص في الميد برين ولا البونز ولا المظله، لان انا عارفه كل حته فيهم فيها مين كرينيا نيرف اوكي. طيب في معاه اي حركات غريبه بيعملها، اكسترا بيراميدال موفمنت، ده اكسترا بيراميدال على طول، ده كده مضروبه ايه خلاص ايه في الايه البيزال جانجليا اوكي. لا لا في ده ولا في ده. طب وما انا بقى جايه في الايه في الاكزامينيشن بتاعي، خدوا بالكم ان انا ما علقتش على الاسباستيستي خالص. ليه؟ لان احنا ولا بنعرف نفرق اسباستيستي من ريجيديتي، ولا خلاص الدنيا بتبقى بالوضوح ده، والناس اللي لسه برضو خبرتهم قليله ممكن ما يجيبوهاش. دور على باثولوجيكال ريفلكسز ودور على كرونوس اوكي تمام، وشوف الديستريبيوشن عندك بتاع خلاص الهايبرتونيا واخد مين اكتر، الانتي جرافيتي ماسل والادكتور خلاص اوكي، ولا واخد مين. لو لقيته واخد الانتي جرافيتي ماسل اللي هي الفليكسورز في الابر ليمب والاكستنسور في اللور ليمب والادكتور اكتر، والعيان بتاعك عامل سيزورينج خلاص اوكي، وفي باثولوجيكال ريفلكسز بدات تظهر، باثولوجيكال ريفلكسز خلاص اوكي في ايدينا اللي هو الهوفمان والفينجر تيست، وفي رجلينا اللي هو الباتيلر والادكتور خلاص ريفلكس، او بدا يظهر كولونس معايا سواء باتيلر كولونس او انتكل كولونس، انتهت انا كده ايه بيراميدال تراكت ديش اوكي. يعني في الاخر البيراميدال انا جبته بالايه بالاكسكلوجن اوكي. يبقى انا كده من الاخر عملت لوكاليزيشن بس بهيستوري اكزامينشن، انا ما مديتش ايدي طلبت تحليل العيان، ما مديتش ايدي طلبت اشعه العيان اوكي، وقدرت من الهيستوري اكزامينشن اطلع كل الداتا دي اوكي. وتعالوا نشوف ايه مع بعض كده كام حاله، وبعدين بناء عليها ايه هنكمل تفكير في الحالات.